شنع الطيران الحربي الإسرائيلي ما يقارب 8 غارات على أطراف بلدة عيت الشعب ومنطقة بين بنت جبيل وعيت الشعب. هذه المنطقة شهدت قصفا من الطيران الحربي الإسرائيلي عنيف جدا، وبالتالي استكملت هذه العمليات بقصف مدفعي، تزامنت بقصف مدفعي على بلدة يارون، هذه البلدة التي لا تنفك تتلقى القذائف المدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي المتمركز في المواقع العسكرية المقابلة لهذه البلدة في القطاع الأوسط أتحدث. وبالتالي حزب الله اليوم أعلن عن القيام بعمليتين، أولا عملية استهدف فيها موقع جلال علام في القطاع الغربي، وهذا الموقع العسكري مقابل لمنطقة النقورة أو رأس النقورة تحديدا، ثم قال في بيان ثان بأنه استهدف ثكنة يعرى، هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن هذا الاستهداف بمسيرات انقضاضية. قال في بيانه بأنها حققت إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي في هذه الثكنة. إذن هي المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب الله هذه الثكنة، ثكنة يعرى، وبالتالي تكون العمليات العسكرية التي يشنها حزب الله تتخذ هذه المرة بعدا استراتيجيا. الثكنات بالأمس برانيت، وقبل طبعا قبل أسابيع برانيت كانت هدفا مستمرا لعناصر حزب الله، اليوم ثكنة يعرى، وطبعا ثكنة رميم لم تنفك أيضا تتلقى هجمات من قبل حزب الله.